السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هتكلم معكم عن الرؤى، وكم مرة كانت هذه الرؤى صادقة بفضل الله سبحانه وتعالى. أجمل الرؤى اللي أنا شفتها في حياتي كانت رؤيتين، هما رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، ممكن أنا ذكرت هذا من قبل أحد الأحاديث، وأنا صغير مراهق سن 15 أو 16 سنة، رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كنت أنا مواظب على أن أنا أروح كل يوم أسمع درس ديني مسجد الزمالك، يحتضنني في هذا السن الصغير، وحوالينا كان في شبه شيء هالة كده، أو ناس كتير أو مش عارف يعني. لكن اهم شيء في الموضوع ان انا يعني تمتعت باحتضان الرسول صلى الله عليه وسلم ليا في هذا الوقت، كنت سعيد جدا جدا، وكان هذا الامر قد يكون مكافأة لي في هذا السن الصغير وانا بحضر درس المغرب والعشاء في مسجد الزمالك. هل الحلم فسر على شيء؟ الله اعلم، الله اعلم، الله اعلم. مرة تانية لقيت فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، كنت أنا وأحد زملائي أستاذ حشمت كنا في أبها في المملكة العربية السعودية، أعتقد كنا في رمضان، وكنا مسافرين بقى عشان بنجمع تبرعات للإغاثة الإسلامية هناك، وكنا أول مرة نروح أبها. ولما وصلنا هناك، أبها دي كانت زي اليمن بالضبط، البيوت والجو والحاجات دي كلها، طبعا هم كان جزء من اليمن هي في الماضي. واحنا عند الرجل الطيب اللي كان عازمنا في بيته عشان يفطرنا عنده، طبعا خدت تعسيل انا بعد صلاة العصر كده ونمت الحمد لله في بيت هذا الرجل الصالح الطيب. طبعا المكان طالما طاهر يبقى ربنا هيوري لك رؤية صادقة. وانا نايم في النص ساعة اللي أنا نمتهم دول، رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم وإحنا قاعدين معاه في حلقة من حلق الذكر، فما تمتعتش باكتمال الرؤية لأن كان دخل المغرب علينا، فأيقظني الرجل، قلت له أنت أيقظتني وأنا كنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حلقة من حلق الذكر. فقال لي إذا كان المكان طاهر والأماكن طاهرة والناس طيبين، ربنا يجعلك تتمتع بحسن رؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا أدري ما هي الإشارات من هذه الرؤى، ولكني وأنا بتحدث عن الرؤى قلت أن أحدثكم عن أغلى رؤيتين رأيتهم في حياتي إلى الآن، وهما الرؤية الأولى في الستينات من القرن الماضي، والرؤية الثانية كانت حوالي إما في نهاية في أوائل الألفية من هذا القرن. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.